أي ساعة بتطير؟ ساعة 7:15 ولا لا؟ لا 7 7 شوفي الكافيه اللي هناك هيدي جديدة على فكرة يمكن نزعل زعتر نزعل باي باي لبنان شفتوا صبايا طيارة بتطير تقريبا 7 طارت 7:09 على الظبط عم فرجيكم هون مطار بيروت قبل وبعد الحرب الله لا يعيدها يا رب ويبعد عنا الحروب كلها وعن غزة وعن كل البلاد مثل ما شايفين ايام الحرب وبعد الحرب هون يمكن لما تصحب اسرائيل شوفي كيف الصواريخ اجت على الطيران المطار القديم هادي بيتفرجوا على هيدي الصور لانه ما عاشوا حرب اكيد بس نحن اكيد عشناها الله لا يعيد ابدا ولا يفرجي حدا حروب وان شاء الله غزة يا رب قبل رمضان تكون انتهت الحرب فيها فاولادي بضلن يتفرجوا على هالصور يلي نحن عشناها حقيقة مثل ما شايفين صبايا من بعد ما مثل اي مطار من بعد ما نوزن اغراضنا تروح بالطيارة بنرجع بنروح على الامن العام بتأكدوا من الباسبورات وبنمشي هون بنروح على القاعة يلي بدنا ننتظر فيها الطيارة انا ما صورت لكم السوق الحرة ببيروت لانه قبل بمرة مصورتها هون صورت لكم ونحن رايحين هون طبعا يلي بده يشتري دخان بارفانات هدايا هيك صغار مثل اشياء عن لبنان يعني شيء ارزي فنجان عليه بتجي لتشرب فنجان قهوه من القصص وهون فتنا لنشرب فنجان قهوه غطيت الناس يلي ماشيين قدامي لانه يعني انه كان ظهر اللي عندي كثير هيدي الطياره هيدي اللحظه اللي كل مسافر اكيد بيكون تعبان نفسيته بس يبدأ عن جد شوفوا ونحن نازلين على لبنان بنكون مكيفين ومبسوطين ومش مصدقين على الله امتى نوصل على لبنان وتنزل الطيارة ونشوف ونحن طالعين بنكون هيك بتعرفوا مثل اللي تارك مثل اللي تارك روحه عرفتوا خلينا نقول روحه فعلا روحه بلبنان وطالع هون عم نصور الطيارة وهي عم تتجهز ما بعرف عم يطلعوا بضاعة يمكن لأنه في محلات كتير عربية بألمانيا طبعا انا الطياره اللي دائما بطير عليها هي الميدل ايست طيران الشرق الاوسط من احب الطائرات على قلبي طلعت بعده طائرات مش ضروري اسميها بس صراحه اكثر طياره برتاح فيها هي الميدل ايست طيران الشرق الاوسط كثير بحبها فهون كنا ناطرين عم نشرب القهوه وناطرين الطياره لا ينادوا مثلا على الباب نحن كان باب يمكن 18 متذكره هيك تقريبا انا ما رح خبركن قد ايه الانسان بيكون حزين بهاللحظة لما عم يترك شوفوا بيروت ورا الطيارة حزين جدا صراحة Departure is 7:45 local time. Thank you.
باقي الاشقر جورج سماحه وساندي زعيتر المسافرين مع طيران الشرق الاوسط الى روما وميلانو. التوجه حالا نحو الطائره الباب رقم 15. هون صبايا ندعو الطيارة وطبعا عم نفوت هلا. الطيارة طارق الطيارة موعدها كان 7 الساعة 7 الصبح، طارق 7 و9 دقايق بالضبط، يعني كانت ممتازة معنا كثير. بعدنا عم نفوت لبيت مع الأسف، يعني إن شاء الله يا رب نرجع. صراحة هالمرة المرة الوحيدة اللي ما بعرف كيف مش محددة أمتى برجع على لبنان، لكن أكيد ما بطول يعني، بس بعدني ما حددت. هون طلعنا بالطيارة طبعا قعدنا مع الأسف، ابني انقهرت من ابني كتير، حجز لي من ألمانيا، مختار لي البنوك اللي ورا لأنه قال ما في عجقة، وأنا فعلا كنت قبلي بيوم متلفنيت له حجز لي. جاهزون للإقلاع؟ Let's fly away. تأكدوا أن ظهر المقعد مستقيم والطاولة مغلقة أمامكم وستائر النوافذ ورا. أنا ما بحب أقعد على الآخر على الآخر، فقال لي ماما والله ما في، ما لقيت الا مطرح ما قعدتك. المهم مش مشكله قدام او ورا، بس قدام بترتاحي اكثر بالسفر او بالنص، بس مش ورا. ورا هيك كان في عجقه كثير وتعب، حدد بالك ما بحب. فهون مثل ما شايفين عم نصور الطياره، وهيدي لحظه كل مسافرين اكيد بحسوا بهاللحظه وهي عم تطلع من بيروت. انا يعني شوف التصوير، اول ما اقلعت من بيروت وهيدي بيروت كان الصبح 7:09 دقايق طلعت. هيدي بيروت حلوه. الحمد لله رب العالمين. هون طبعا على الشاشه هذه اللي قدامكم بحط لكم كل الاشياء اللي بتخوف. انا صراحه بخاف ما بتطلع فيها كيف بدنا نوقع وكيف وشو بنعمل. لا اذا بدها توقع الطياره مش راح اعمل شيء، راح اتشاهدوا بس. طبعا هيدي الوجبات يلي بيقدمها طيران الشرق الاوسط ميدل ايست، كنافة الصبح وكمان اومليت بيض وحطوا شوية شو هيدا تاني مقانق، حبتين مقانق، فواكه مقطعة، لبنة، خبز. مثل ما شايفين هيدا الاومليت بيض، الوجبات مرتبة يلي بقدموها، والمضيفين كتير كتير. انا قبل بمره حكي انه مضيفين طيران الشرق الاوسط كتير مهذبين ومحترمين مع الناس، مهذبين يعني كتير. في طيران واحد ما بحبه، مش عربي كرمال ما حد يقول انه يمكن عربي، ما حكيت مش عربي، بس ما بحبه ابدا. مرتين طلعت عليه والمرتين قلت بلكي ظلمته، خلينا هالمره. هون وصلنا المانيا، هون عم صور وعم تنزل الطيارة، هيدي ديسلدورف، فما بحبوا هيداك الطيران خالص. وهون نزلت الطيارة، بحب هيدا انا الوقت بتنزل وبتطلع بحب صوره. فصبايا هون تقريبا بكون خلصت الفيديو معكم. انا هون كنت بدعي لفلسطين ولبنان والسودان واليمن والعراق وكل بلد فيها تعب، وليبيا مين بعد، ومصر ان شاء الله الله يبعد عنا كل خطر يا رب، كل دولنا العربيه، ويوحد صفوفنا. اهم شيء يوحد صفوفنا. هون نزلت الطياره مطار ديسلدورف. سيداتي وسادتي، لقد هبطت الطائره للتو. هون الكل حزين، شوف لما تنزل الطياره لما بلبنان وهي عم تنزل العالم بتقوم تبلش تاخذ شو. صبايا الحمد لله على سلامتك. Make sure you take all your belongings with you. Take care when opening the overhead bins, as the contents may have shifted during the flight. On behalf of the captain and the crew, we would like to say goodbye, and we hope to meet you again soon. Thank you. Cabin crew, this is the question. Catch you later.
طيب هون خلص الفيديو، وصلنا الحمد لله على سلامة. باي باي، بحبكم كتير، ما تنسوني من اللايك.